السلام عليكم الحباب والصحاب، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين كالعاده. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم في صحه وسعاده وسلام ان شاء الله. اليوم جيت نحضر معكم واحد جوج طويجنات، كنتمنى ان شاء الله انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، بواحد التشكيله ديال الخضر متنوعه كالعاده، طويجنات فرديين. اذا ان شاء الله بنكترش عليكم في الهضره، يلا ونشوفوا اشنو غادي نديروا في هاد الطويجنات. غادي نقيم هاد الطويجنات في مره واحده بجوجهم، اذا بصيله بصيله في كل طويجين. غادي نحط الخضيره ديالي بليطو الحيمه ديالي، مليحة زويتة بلدية، طبعا هلا يخطى علينا زويتة بلدية. الإبزار، كلشي راه كيعرف يدير الطواجن. المهم بغيت نشارك معكم طويجناتي، وكاين اللي ما كي كما كنقولوا ما كيزرطش على تخليط الخضره، حتى انا ما كنتش كنخلط الخضره، ولكن فاش خلطتها وهذا عجبتني بزاف، كتجي غزاله. والخضره راها كل ما كان الطبق ديالنا فيه الوان الخضره متلونه، يعني فيها الوان بزاف، كل ما كنكونوا كناكلوا مزيان وكنتغداو مزيان وكناكلوا ماكله صحيه. فالانسان دائما ينظر للطبق ديالو شمن لون خاصه، وهكذا غادي يكون كياكل الماكله متوازنه. اذا هنا انا درت سكنجبير، وغادي ندير الخرقوم. مصبره هاد الطويجه دغيا يوجدوا لي، لان راجلي كيدخل في 12 وقسمين قد قد، فكنتمنى انهم يوجدوا لي. اذا درت البزار، الكعباس، الكنجبير، غادي ندير شويه ديال الزعفران الشعره، وغادي ندوزو نديرهم فوق النار يتشحروا. صافي البصيله ديالي كتشحر، الحيمه كتشحر، كما تنقول لكم دائما الطياب ديال الطاجين راه صحي. غير حنا دابا كنكونو دايما مزروبين، كنفضلو الكوكوط حيت دغيا كتربينا، ولكن نحاول ناخدو شويه ديال الوقت ونوجدوهم في الطريجنات كيجيو لذاد وصحيين. غادي نخليه يتشحر ندوز الطويجين الثاني. دابا غادي ندوزو نشوفو القضيره باش غادي نخضرو هاد الطويجنات. بما انني غادي نوجد جوج طويجنات هاد النهار، فكل واحد غادي ندلو الخضره على حده. بالنسبه للطاجين الاول غادي ندير ليه الجزر، البطاطا، مطيشه مقطع طريفات ومطيشه د الحك، ولاريكو فيرت، والفلفله حمراء وخضراء، وشي جوج قبيطات ديال المعدنوس والقزبر. بالنسبه للطويجين الثاني غادي نصايبو بالقوق والفول وشي شويه ديال الجزر باش نعطيو اللوين للطبق ديالنا. هنا غادي ندير العطريه اللي درت في نفسها اللي درت في الطويجين، باش ملي نقاد الخضيره ديالي نولي نديرها من فوق، باش ديك الخضيره ديالي ما تجينيش يعني باسله، تشرب حتى هي العطريه. يلا الحباب ديالي، غادي نجيب الطويجنات لهنايا وغادي نقادهم قدامكم. تنجيبو لهنا
وغادي نقادو. غندير هذا هو الاول هنايا باش يطلق مزيان، وغادي نزيد مطيشه ديال الحك ومطيشه العاديه. فما كاينش محسن من الطويجنات، ما تعكزوش عليهم وتقولوا غادي ياخذوا لنا الوقت، الا كانت اللحيمه كثيره راهم دغيا كيوجدوا. ونيت نحاولوا نوضوا بكري ونوضوا طويجناتنا على خاطرنا. اذا هنا غادي ندير ان شاء الله البطاطس، وما بين كل بطاطس غادي ندير اللوينات هكذايا. صافي انا قادت الطوجين ديالي، غادي نزيد عليه ديك التتبيله اللي درت، نفس هاد التتبيله اللي درت في الاول. صافي وغادي نردو فوق البوطه. هذا الطويجين الثاني غادي نزيد عليه مطيشه محكوكه، مطيشه ديال العاديه مقطعه طريفات. هنا عندي الفول، هذوك القوقات غادي نقطعهم طريفات صغار حيت الطاجين صغير. استغلوا الفرصه وقت القوق هذا، صراحه حنا عندنا غالي بزاف، ففي المغرب راه رخيص القوق كيكون، استغلوه واستعملوه في الاطباق ديالكم. انا هذا راه خديته مجمد، ما لقيتش يعني لي طري، لقيت غير مجمد، ونقول لكم الثمن غالي 80 درهم للكيلو. حشومة المعاودة 80 درهم للكيلو. ايوا معليش، بسم الله. وتاد الفليفله هنايا نزيدوها هكا.
كنتمنى هاد الاطباق هذه تنال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. انا نسيت هذا ما حطيتهاش لتحت، كان عليا نحطها لتحت لكن نسيت، ماشي مشكل. هذا راه الطوجين ديالي انا، نقبل عليه كيف ما كان. يلا نزيدو شويه ديال الخيزو كما قلنا، نكثروا اللوينات باش تكون الاستفاده كامله من الاطباق ديالنا. اذا سي بون. كيف جاكم هاد الطويجين؟ اللوينات كيشهي ياك. دابا غادي نديرو فوق البوطة، ولكن قبل غادي نزيد فيه ديك العطريه. واحد الرشه ديال الملح دابا. شنو غادي يوجدوا لي الطواجن ولا ما غيوجدوش؟ شنو في نظركم؟ هادي 11 قد قد، يعني خصهم ياخذوا لي ساعه في الطياب. نورمالمون انا كنقلل العافيه بزاف عليهم باش ما يتحرقوش الطواجنات. على اي طواجن خصهم العافيه قليله. صافي غادي ندوزهم فوق البوطه ان شاء الله. ايوا كاع ما فكرتوني في الثومه. سيدي باز عليكم، انت تشوفوني ما دايرهاش وما فكرتونيش. ما هنا معرفه معاكم. صافي فوالا، وغادي نزيد حتى واحد الزويته. انا راه مازال ما فطرت هاد النهار، صبحت ناعسه. زويته بلديه. نطلعو على الطويجين ديالنا شنو دار. بطاطا راه طابت. خيزو مازال بحال شويه. ايوا كبر معايا الطاجين وجد دغيا. غادي نزيدو واحد شويه ديال الماء. دايما الطاجين خصنا نزيدوه ميها سخونه طيبه، حيت التفاعل ديال السخون والبارد غادي يهرس لينا الطويجين. خصنا نحافظوا على الطويجنات ديالنا ما امكن. كان صافي نولي نشد عليه وندوز نشوف الطويجين الاخر شتا. انا راني قلبته بهاد سميتو. دايما الطويجنات ديالنا شي رويد بحال هكذا، ونحاولوا نقلبوهم من تحت باش ما يشدوناش الطويجنات. الطويجن الاخر راه غادي حتى هو. الفول راه طاب، الفوق مازال شويه حيت ما كتوصلوش ديك المريقه، لكن ان شاء الله راه غادي يوجد في الوقت. ان شاء الله باقي ثلث ساعه غادي يوجد ان شاء الله. دابا ندوز دابا نشرب القهوه ديالي، حتى مازال ما شربتش القهوه ديالي، ونتظر الطويجنات ديالي يوجدوا باش نتقاسمهم معكم. نتمنى ان هاد الطويجنات يعجبوكم ويشجعوكم، يعني تنساو الكوكوت شويه وتبقاو تستعملوا الطويجنات. اذا الحباب والصحاب، الطويجنات ديالي وجدوا في الوقت الحمد لله، هما طيبين. شنو رايكم فيهم؟ تيشهيو. اذا كان الفيديو ديالي ديال اليوم هو هذا، طويجنات مغربيه على حقها وطريقها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يروقكم وينال الاعجاب ديالكم وينال الاستحسان ديالكم. فكالعاده الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايكات وتعاليقكم زويونه اللي كتساعدني بطبيعه الحال. والناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا في هذه اللحظه هذه وما باقيين ما انضموا لقناتي، تنقول لهم مرحبا بكم كالعاده. غادي تانسوني وتفرحوني بوجودكم معايا ان شاء الله. اذا نقول لكم باي باي ومع السلامه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.